السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم ليبات بالحمص، كتجي واحد رائعة بزاف وغادي تعجبكم وتعجب الوليدات ديالكم. المكونات اللي غنحتاج فيهم بسيطين، خدوا أي نوع ديال المعجنات، أي نوع. أنا بالنسبة لي خديت هذا الشكل، خديت قياس أنا 500 غرام، وانتم يعني لكم الاختيار. عندي زلافة متوسطة ديال الحمص مرطب، عندي زيت الزيتون، الثوم بودرة، الملحة، الإبزار، الزعتر والماء. أول حاجة غادي نعملها، غادي ناخد الحمص غنعملو يطيب. درت الماء، غنضيف عليه الحمص، غنضيف عليه شوية ديال الزعتر، شويه الكمون، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال الابزار، صافي. وغادي نسد عليه الكوكوط ونخليه يطيب على خاطره. واحد شويه ديال زيت الزيتون، اي شويه، صافي. وغنسد عليه الكوكوط ونخليه يطيب. فاش كنحسو بالحمص قرب يطيب، كناخذو الماء كنعملوه يغلى مزيان، كنضيفوه معاه شويه ديال الزعتر، شويه ديال الثوم بودره، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال الابزار، وكنخليوه حتى كيغلى مزيان، وكنوضعو فيه لي بات ديالنا. من بعد ما كتغلى لينا الماء، كنضيف الملحة، شوية ديال الإبزار، شوية الثوم بودرة، والزعتر، وغنوضع لي بات. كنخليها غير واحد شويه لان هاد الدقيق دغيا كطيب، وغنوضيكم الشكل النهائي. بعد ما تسلقات لينا ليبات كما كتشوفوا، وضعتها طبسين، غادي نزيد عليها هاد الشكل ديال الجبن اللي خاص غير بليبات، كيجي رائع وزوين. كنرشو بهاد الطريقه، كنزيدو عليه هذاك الحمص اللي طيبنا. صافي، كناخذو الحمص كنحاولو نوضعوه بهذه الطريقه، كناخذو لاصوص ديال الحمص هو وكنسقيو به بهذه الطريقه. في الاخر كنزيدو الجبن اللي قلت لكم خاص غير لي بات، وهذا الشكل النهائي ديالو. نتمنى الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الناس اللي باقيين ما اشتركوش، الناس اللي باقيين ما اشتركوش في القناة، نتمنى انهم يشتركوا في القناة ويعملوا تفعيل الجرس باش يبقى يوصلهم كل جديد فضلا وليس امرا. وهلا يخطيكم، ومرحبا والف مرحبا وبصحتكم.